قال الجيش الإسرائيلي إن السلاح الجو اعترض بنجاح في منطقة تل أبيب الكبرى صاروخ أرض أطلق من اليمن. وقال الجيش إنه فعل صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات في محيط تل أبيب الكبرى، وذلك عقب رصده صاروخ أرض أطلق من اليمن. من جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي استهداف عدد من المواقع.